هاي، حضر لكم هلأ كرات البروتين بالتمر كتير طيبين، نموذج عن الوصفات اللي رح حضرها ببرنامج مطبخ كمريتك الموسم الثاني. ما تنسوا تتابعونا على فتافيت HD حصرياً على BN. بالمطحنة الكهربائية منحط 16 حبة تمر منزوعة النوى، نص كوب جوز، كوب لوز، ومنطحنهم مع بعض. منضيف عليهم 3 كوب زيت جوز الهند، ربع كوب جوز هند مبروش، معلقتين كبار بودرة الكاكاو، ربع كوب بذور دوار الشمس، معلقة كبيرة عسل. منخلط المكونات كلها، منرجع مع بعضها. منكور الخليط اللي حضرناه ومنحطهم بالجوز الهند المبروش ومنحطها بالبراد لمدة 20 دقيقة، منرجع منقدمها. وبهالبساطة منكون حضرنا كريات التمر، وصفة كتير طيبة ومغذية وكتير فيها فوائد، بنصحكم تجربوها.